صفحة الأحوال الجوية مع الزميلة إمي صياح. بنك الاعتماد اللبناني 50 سنة بخدمة لبنان. بونسوار. الأجواء المستقرة اللي لاحظناها اليوم رح تتغير ابتداء من بكرة بعد الظهر. طقسنا بيتحول إلى غائم مع أمطار محلية اعتبارا من بعد الظهر مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتلج على ارتفاع ابتداء من 1500 متر وما فوق. اتجاه رياح جنوب غربي والحرارة على الساحل بتتراوح بين 19 وال 20 درجة، على الجبال بين 3 وال 16 وبالداخل بين 11 وال 15 درجة. رطوبة عالية على الساحل، هواء خفيف لمتوسط سرعة، بحر معتدل والجو غائم جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بفترة النهار خاصة بالشمال، بيرجع من بعدها بيتحول طقسنا إلى غائم مع تلج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. كيف الطقس بكرة ببعض المناطق وضيعة اللبنانية؟ منشوف بها الجولة من الجو ومننطلق من عكار من الكويخيت مع 15 درجة، بشمزين 7، دوما 6 درجات، جبال 20 درجة، لمتين 14، عرية 18 درجة، وادي 6 14. ومثل ما قلنا الجو ابتداء من بعد الظهر بيتحول إلى ممطر، كوكبة 15 درجة 13 بالمنصورة، نوصل على دورس مع 15 درجة، وختام جولتنا بالقاع و 15 درجة. لمحة سريعة عن طقس بكرة والأيام الجاية. بكرة الخميس الحرارة بنهار 20 درجة و 13 درجة بالليل، 19 درجة لنهار جمعة والجو ممطر، الحرارة بتضل مستقرة على 19 نهار السبت وبتنخفض ل 18 درجة نهار الأحد. انتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، سوقوا على مهلكم وأنا بلاقيكم بكرة.